Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. مرحبا أصدقائي الإسماعيل، معكم في فيديو جديد. اليوم الحلقة الأولى من مهنة مدرب أو نمط المهني مع ريال مدريد، الميرينج الرائع الجميل صاحب الجماهير البيضاء الرائعة جدا هناك في سانتياغو برنابيو. ليش ريال مدريد يا إسماعيل؟ لأنه نحن بنآمن بالديمقراطية، فعملنا بالمنتدى تصويت ريال مدريد مانشستر ليدز يونايتد وأرسنال. أنا ما أعتقد وكانت الأغلبية لا جماهير ريال مدريد استحقيتوا أنه نعمل سلسلة ونكثف جهودنا لحتى تطلع سلسلة رائعة. وبسم الله خلينا نبلش. بسم الله، اذا راح نبلش هاي السلسله باعاده بناء ريال مدريد. راح نبيع كل اللاعبين الشياب، ما حدا يزعل اذا كان نجمه المفضل، ولكن كل لاعب فوق 30 سنه او حتى ممكن يكون تحت 30 سنه ما راح نستفاد منه، راح نبيعه وراح نجيب لاعبين شباب ولاعبين نجوم يشيلوا ريال مدريد ونعيد بناءه من الصفر. مثل ما شايفين ميزانيه الانتقال عاديه جدا، 209 مليون دولار ما طلبت اي مبلغ اضافي. راح نحاول نبيع اللاعبين اللي عندنا وبنفس المبالغ نجيب لاعبين جداد. فبالنسبه لتشكيله ريال مدريد، اذا راح نعيد بناء ريال مدريد من الصفر فلازم نبيع اول لاعب بنزيما، ثاني لاعب كروس، مودريتش، كاسيميرو، راموس. هدول اللاعبين كلهم راح ينباعوا من التشكيله الاساسيه الحاليه. هازارد ممكن يبقى، إيسكو راح ينباع، أوديغارد راح يضل، فالفيردي راح يضل، مارسيلو راح ينباع، ميليتاو ممكن يضل كبديل، 21 سنة وطاقاته منيحة بيتطور، أسينسيو باي باي، يوفيتش راح يضل، فاسكيس باي باي، واللاعب البقية ما راح لا يفيدونا ولا يضرونا، ممكن نبيعهم ونعرضهم للبيع. فحاليا انا عرضت كل اللاعبين اللي قلت لكم عليها على البيع ورجعنا بعض اللاعبين، رجعنا كوبو من الاعاره وراح نخليه يتطور معنا بالفريق، ما راح نخلى عنه، ولكن رجعنا كمان جاريث بيل وعرضناه على البيع مثل ما شايفين. فبعد ما عرضنا كل هاي اللعيبه على البيع راح نروح نشوف اول شيء اهداف الفريق. اذا الاداره بدها تشامبيونز ليج، دوري ابطال اوروبا، الفوز بالكاس والفوز بالدوري، بدهم كل البطولات، فنحن لازم نجيب هالبطولات بتعاقدات جديدة رح تكون مهمة صعبة جدا وممتعة بنفس الوقت. إذا بدهم نفوز ب 25 مباراة داخل الديار بدون ما نخسر، استبدال 3 لاعبين من الفريق، رح نستبدل كل شيء لا تخافوا، فمنترك حاليا كل شيء ومنروح لمركز الانتقالات. فأنا ضفت لاعبين كتير، أول لاعب فاتي لأنه عرضوا لي إياه واقترحوا لي إياه بأنه لاعب صغير، اكتبوا لي بالتعليقات مين اللاعب اللي بدكم إياها، هل بدكم فاتي ولا لا، بهاي الحلقة ما رح أتعاقد معه. ضفت لاعبين كتير، سانشو، مبابي، أرنولد، ديليخت، هالاند، مارتن، مارتينيز، راشفورد، ترينكاو، تونالي، دي يونغ، أوباميكانو، وديفيز، وريتشارلسون، وحكيمي. أول لاعب راح نحاول نتعاقد معه هو هالاند اللي عمره 19 سنة وبيطور بشكل خرافي وقيمته منطقية 100 مليون دولار، فرح نحاول نتصل للشراء. أول لاعب بسم الله، إذا اللاعب ليس للبيع لأن الفريق لا يملك عمقا كافيا في هذا المركز، هاي أول فشل. إذا اتصلنا للإعارة كمان نفس الشيء، لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان كمان قيمته 97 مليون وممكن يصير مهاجم صريح عنا، عمره 22 سنة فقط، فرح نحاول نتصل للشراء بسم الله، كمان نفس الكلام. بالنسبة للراشفورد كمان نفس الشيء، ممكن نوقع مع راشفورد بسم الله. فإذا أول لاعب رح يكون راشفورد، رح نعمل معه مفاوضات ويكون مكان بنزيما بالتشكيلة بسم الله يا رب. إذا قيمته 97 مليون، فنحن رح نقدم له عرض ب مبدئيا ب 100 مليون لنشوف جس النبض، ونقدم عرض لا اللاعب الكبير راشفورد اللي بيتطور بشكل خرافي فبسم الله. إذا عم يقول سيكون عليك أن تقدم ما هو أفضل، بده 155 مليون، هذا الحكي مو علينا، خلينا نروح ونشوف مرة ثانية. فأول شيء منزيل الشرط عند البيع، ثاني شيء بنعطيه 109 مليون، نشوف رح ينزل بالسعر ولا لا. اذا ليس لدي نيه لاصعب الامور هنا، انا اريد راشفورد، لن نسمح للاعب راشفورد بالخروج مقابل ذلك، لكننا سنبيعه مقابل 161 مليون بدون اي شروط، وراح نقول له 120 مليون. 120 مليون يعني راشفورد بالنهايه مو اكثر من هيك، يعني عدم المؤاخذه خلصنا، اعطينا الولد وخلينا نشوف. انا اسف لكننا قررنا السعر الخاص المناسب باللاعب راشفورد. اذا تنح المدرب، مدرب مانشستر، فرح نرجع نقدم له عرض ثاني. 130 اخر كلام، 130 مليون عم بعطيك براشفورد مكان بنزيما، رح ناخده ونحقق الشامبيونز يا اخي، خلصنا، اعطينا اياه. سنستغرق بعض الوقت ونفكر،
الله معك، روح فكر وتعال، ما راح ادفع لك اكثر من هيك. اذا حاليا بنروح للاعب الثاني المهم جدا اللي عمره 20 سنه، بيلعب كام؟ بيلعب ال ام وبيلعب ار ام، سانشو. فخلينا نشوف اذا راح نقدر نتصل ابدا المفاوضات بدون شرط جزائي طبعا، ونشوف قديش ميات هذا اللاعب اذا راح نقدر ناخده ولا لا للريال مدريد. فراح نعطيه 120 مليون لنجس النبض ونشوف شو راح يحكي. سانشو 120 مليون. اطول بالك، شو يعني بدفع 200 مليون مثلا؟ يلا الله معك. اذا بنروح لالكسندر ارنولد اللي راح يجي مكان كارفاخال الخال. فهذا اللاعب اذا كمان تعاقدنا معه راح يكون شيء خرافي، ولكن ما بعرف اذا راح نقدر. نعم الحمد لله متاح المفاوضات مع ارنولد، عمره 21 سنه، قيمته الحاليه 129 مليون. ولكن مرحبا، شلونك؟ راح يكون غريمك انا بدوري الابطال يا. خلينا نعطيه 140 ونجس النبض ونشوف ارنولد شو راح يصير فيه الار بي، لانه عندنا لاعبين كتير راح ينباعوا وراح يكون معنا ميزانيه. فخلينا نقدم عرض ب 140 مليون ونشوف رده فعل. لن نسمح للاعب 214 مليون. شو هاد؟ ورسم كمان عند البيع 10%، يخرب بيته. فمنزيل الشرط اولا ونعطيه عرض جديد، ننزل 100 اول، بعدين نعطيك 100 150. يعني عم يقول لك 200 لازم نعطيه مبلغ جيد. 150 يا اخي، كمان لاعب مهم جدا. ف 150 شو رايك؟ و 600 الف كمان سيكون 220 كتير يا اخي، والله كتير. راح اعطيه 160، بلكي بياخذ وقته بفكر وبينزل السعر، لانه شو هاد؟ لن نتنازل عن السعر الخاص بنا. شو 221 مليون يا اخي؟ تخيلوا اني تنازلت لحتى قدمت له عرض 175 مليون. بعد هذا الكلام مستحيل يعني. خلص انهي المفاوضات اذا ما بدك. راح يفكر، اكلنا هوا، راح ندفع 175 مليون. الله معك خيو، الله معك، عادي عادي، في لاعبين كتير. اذا عندنا دي ليخت السي بي اللي راح يكون قائد مكان راموس. بسم الله، راح نحاول نتعاقد، لحد الان ما تعاقدنا مع اي لاعب، كله فشل كله فشل. ولكن اذا راح نعيد بناء نادي باكمله لازم نشيل هذول الاسماء. هذا راموس اول واحد، بنزيما مثل ما شايفين خلف. اذا دي ليخت شكلهم الايطاليين راح يعطونا اللاعب، خلاص بقى حاج يعني حاج. هلا انا راح اعطيك 130 من البدايه، راح فرجيك انه انا شخص كريم. بسم الله 130 مليون. طب شو بساوي يعني؟ بدفع لك اللاعب 200 مليون وبصير عندي مليار يعني مثلا؟ عم نبيع لاعبين ونناول تجارة يا أخي، أعطينا إياه. 191 مليون يا حبيبي. عرض مضاد، لا هذا شكله رح يزبط، ولاعب يعني لاعب بتعرفه مؤثر جدا بفيفا. صح أنه أنا اخترت اللاعبين الأفضل، ولكن يعني لازم 150 مليون. يخرب بيتكم يعني، خلاص فيفا حاطين أنه هذا سعره كذا وهذا سعره كذا. يعني إذا أخذنا دي ليخت ما فينا ناخذ مبابي، إذا أخذنا غير مبابي ما فينا، ما بيصير هيك. 160 مليون عم بعطيك بدي ليخت يا اخي، عرض من ريال مدريد، اقبل. انا اسف يا، مستحيل، خلص تنح يعني، ولا اي شيء ابدا. شو رايك تاخذ فاران وتاخذ فوق فاران 80 مليون؟ انا هذا الشيء صراحه بيناسبني، اذا اجى لعندي دي ليخت ما عندي مشكله، وبدفع فوق 80 94 مليون و200 الف. لا ما في. اخر كلام 82 مليون، 82 مليون قيمه فاران و82 مليون فوقهم. فكر منيح، فكر منيح، راح تخسرني. فكر منيح، راح ياخذ بعض الوقت ويرجع. فخلينا نعطي تقدم شوي وخلي ينباع كم لاعب عنا. فحاليا راح نتوقع مباراه بنفيكا اللي راح تكون ببطوله وديه، ما عندنا مشكله فيها. ففزنا 2-1، بنزيما سجل وسيرجيو راموس سجل. المفارقه كانه عم يقولوا لي ليش بعتنا يا اسماعيل. اذا ارنولد رجع مصر على ال 220 وديلخت على ال 94، ولكن فينا نفاوضهم. سانشو مثل ما شفتوا اخفقنا، راشفورد تم التاجيل، الكسندر ارنولد اول شيء. ان شاء الله بعد هالمفاوضات والروحات والجيات والسفرات اللي عند كلوب نقدر ناخذ ار بي ارنولد. تخيل يكون عندنا ارنولد وديليخت بنفس التشكيله، ونجيب مهاجم مثل مبابي مثلا، راح تكون تشكيله خرافيه. يا يورجن كلوب، بما انك رجعت تتفاوض معي لازم تنزل لنا السعر شوي يا اخي. انا خلص مقتنع انه ارنولد ممكن يسوى 160 170 يا اخي، مو اكثر من هيك. فخلينا نحط الخبزات على هالجبنات. وافق يا اخي، اسمع، نحن لن نتنازل عن السعر الخاص بنا يا اخي. شو هالراس التنح عندك هاد يا اخي؟ شبك اخذني وانا اجار الطياره والجي والروح، مين راح يدفع لي اياها؟ طيب خلص انا عرفت شو راح ساوي، راح احاول بدله على كارفاخال. كارفاخال اصلا انا ما بدي اياه. كارفاخال خلص عمره 28 سنة، قيمته 70 مليون. فحاليا رح ادفع لك 70 مليون
كارفاخال وادفع لك 130 مليون، يعني صار عندك 200 مليون ما في حجة. دير بالك تقلي لا 158 و70 130 ماني دافع لك غير 130، سمعان ولا مو سمعان؟ هذا هو عرضنا الأخير، أنا آسف 130 مليون و70 كارفاخال، فكر منيح، هذا عرض أفضل من الممكن أن توافق على ذلك. فلنبقى على اتصال إلى اللقاء الآن. مثل ما شايفين وافق وغصبا عنه رح يكون عندنا ألكسندر أرنولد، فرح نتفاوض حاليا على الراتب، ما في أي مشكلة. المهم يجي أول لاعب وأول انتقال إذن أرنولد، ولكن عذبونا كتير لحتى أخذنا. مثل ما شايفين وافق أرنولد وأخيرا براتب 125 ألف بدون دفع لا مكافآت مباريات ولا مكافآت توقيع ولا شيء. اهلا وسهلا باول لاعب لتشكيله سيلمرنج الار بي الكسندر ارنولد. وحاليا بنروح على تفاوض ديليخت، نحن بدلناه على فاران ولحد الان مو قبلانين هن، ولكن رح يكون عنا ديليخت وبجانبه ارنولد. ما بعرف صراحه، انا ما كتير حاسس انه صفقه جيده، ممكن فاران يجيب لنا سعر، ولكن إذا وافقوا على السعر اللي بدي إياه فأنا ما عندي أي مشكلة. رح أرجع هلا بما أنه من نتفاوض من الجديد، رح أعطيه 70 مليون، وأصلا قيمة فاران 80 مليون، فرح تصير 140 مليون تقريبا. إن شاء الله ما يهرب، إن شاء الله ما يهرب، إذا هرب خلص. إذا مثل ما شايفين عم يقول بده 94 مليون مع فاران 80 مليون، يعني 170 مليون. طب خلاص انا بتنازل عن 10 مليون وانت تنازل عن 10 مليون، بعطيك 80 وفاران 80. اصلا اول مره اعطيتك هذا العرض انا وانت ما قبلت. يا اخي خلاص، لا تكون تنح، لا يكون مخك هيك عنيد يا اخي، وافي يا اخي. شبك شبك شبك، يعني 84 مليون قرش واحد ما بيزيدوا يا اخي. بدنا ناخذ ديليخت على ريال مدريد وغصبا عنك، ولا وافي يا اخي روح عني ولك حل عني بلاك وبلدي ليخت يا زلمه، مشان 10 مليون ما بدي اياه، خلص راح اخذ مدافع غيره. اذا مثل ما شايفين الكسندر ارنولد راح على التشكيله مباشره لانه كارفاخال غادر. عنا فاران منيح اللي ما وافق صراحه، خلي فاران موجود، راموس منبيعه ومنجيب مكانه مدافع افضل. هسه لحد الان ما انباع عنا حدا، فراح نعمل تقدم شوي، فخلينا نرجع نعمل مفاوضات مشان راشفورد، مهاجم صريح صراحه. راشفورد راح يكون صفقه خياليه يعني للفريق. هو بده مبلغ الانتقال 161 مليون، انا راح ارجع اعطيه 120 مليون وراح نشوف شو رده فعله. اوه حلو 138، حلو هذا الحكي، خلينا نكون طماعين شوي. 130 اذا عم يقول 138 مليون، صراحة نزلوا السعر، يعني 138 مليون سعر شايفه أنا جيد، خلاص راح أقبل. أنا راح أقبل 138 مليون راشفورد بهذا العمر مكان بنزيما. بنزيما راح ينباع، راح يجيب لنا 50-60 مليون، اللي هو راح تنشال هاي الكنز اللي ورا، يروح بنزيما ويجي راشفورد نجم الفريق الجديد. إذا راشفورد وألكسندر أرنولد، إذا وافق 200 ألف هو راتبه الحالي 170 ألف، كان ممكن نعرض تحت، ولكن هيك لاعبين بيروحوا فورا، يعني ممكن ما نقدر نتعاقد معه، خلي يكون راتب عالي ما عندنا مشكله. اذا راشفورد والكسندر ارنولد بالفريق، ميزانيه الانتقال والرواتب انتهت مؤقتا طبعا لاني لسه ما بعنا لاعبين، ولكن رح نعمل تقدم، رح نعمل محاكاه سريعه للمباراه ونخلص هاي البطوله الوديه. 3-1 فزنا. اذا اجانا تقرير القيمه النهائيه لهدول اللاعبين اللي راقبناهم. ديفيس صراحه قيمته رائعه جدا، 60 مليون فقط، ممكن نجيبه يعني بمبلغ 80 او 90 ممكن. تونالي قيمته 27 كمان راح نجيبه محل كاسيميرو. اوباميكانو لسه في يوم لحتى يجي التقرير الاخير. اذا اوباميكانو والتقرير الاخير 41 مليون فقط، 21 سنه، بيتطور بشكل خرافي. تعادلنا 1-1 اذا مع ويست هام. حاليا اجانا عرض للاعب فرنانديز 23 مليون، يا اخي كرمال الله دفعه وخلصنا. يا اخي شو صار للعبة، جانب هالموضوع يعني، هذا عم بحاول اجرب فيها شغلات جديدة يعني. فهلا حاليا من هلا ورايح حي الله عرض بيجيني راح اقبله، ما راح ماطل بالموضوع. فعنا مباراة مع السبيرز، فخلينا نعمل محاكاة سريعة ونخلص من الموضوع والبطولة الودية. راح نخسر، فزنا 2-0 بنزيما ورودريجو. اذا اجانا عرض انه ياخذوا فالفيردي ويعطونا كوتينيو ومبلغ مالي، هلا اكيد راح نرفض هذا العرض، ما لنا مصلحة ابدا ابدا انه نبيع فالفيردي، راح يكون من ركائز الفريق. اذا واخيرا اجانا عرض لراموس، يا اخي شو هذا، شو هالعروض هاي. جاريث بيل العرض 41 مليون، مثل ما شفتوا من شوي كل ما بنعمل مفاوضات ما عم يمشي الحال، حتى 4 مليون زياده ما عم يدفعوها. جاريث بيل الله معك،
الله معك، قيمته 34 دفعونا 41 مليون. لا 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 اكيد ما رح نقبل يا سيرجيو راموس، لازم يجي عرض بمبلغ منيح مثل جاريث بيل لحتى نقبل العرض. اذا المباراة النهائية رح تكون، نعمل محاكاة سريعة، ريتشارليسون كان من اهدافنا، هو حاليا ضدنا عم يلعب، فرح نشوف. فزنا 2-0 الحمد لله، فزنا بالبطولة صراحة، حلو هذا الكلام. اذا مثل ما شايفين اعطونا 5 مليون. اذا اجانا عرض من برشلونة لإيسكو ب 52 مليون، برشلونة خرج تدفع اكثر من هيك مثل ما شايفين، ممكن ناخده ب 61 مليون، عملوا لنا قيمته السوقية والراتب 240 ألف. طب خلينا نعمل تفاوض مع برشلونة شوي. يا هلا والله، هلا والله بكومن، قال شو؟ قال بدك تغير استراتيجية برشلونة؟ رح نلعب بالكلاسيكو، بس هذا بيزنس معلم. انت طالب لاعب من عندي اسمه ايسكو، عمره 28 سنة، وانا بقول لك ايسكو ب 60 مليون شيء حلو، يعني انك تدفع 8 مليون لريال مدريد بلاعب مثل ايسكو، هذا الشيء ما هو غلط، من 54 مليون. والله صراحة مثل ما شايفين انا خايف هلا اقدم حي الله عرض ويقوم ويطفش، فنحن لازم نبيع اللاعبين اللي عنا لحتى نشتري. اذا راح يشتري ب 55 مليون، يلا 3 ملايين مناح. اذا ايسكو لبرشلونة صفقة عجيبة صراحة. اذا ميزانية الانتقال حاليا عنا 50 ولسه مصرات ايسكو ما اجوا. اذا اجانا عرض للاعب مودريتش، حلو اللاعبين عم يروحوا واحد ورا واحد، قيمته 41 مليون، العرض 42 مليون، بالتفاوض بهيك امور حسيته ما له اي طعمة، عمره 34 سنة. باير ليفركوزن باي باي مودري، مع كل الاحترام. اذا اجانا عرض ثاني للاعب فرنانديز من اي سي ميلان، اجا هلا العرض حاليا قيمته 19.5، من شوي فاوضنا على 23 مابلو، فخلينا نقبل، عمره 30 سنة، ونلم لنا كم قرش حلوين لحتى نجيب لاعب، ممكن نجيب مبابي. حاليا اجانا ال 55 مليون تبع ايسكو، نشوف الميزانية كيف صارت حاليا. لسه مودريتش لازم يجوا، حاليا عندنا 100 مليون. وين عرض بنزيما يا شباب؟ ما في حدا بالدنيا كلها بده يشتري بنزيما، بنزيما للبيع. اوه اذا اجانا عرض لايدن هازارد ب 124 مليون. صراحة شوي فيها هيك اغراء لمانشستر، ممكن نبيعه ونجيب مبابي، لانه عندنا صراحة يمين ويسار، عندنا فينيسيوس وعندنا رودريجو، فراح اعمل تفاوض ونشوف اذا فينا نجيب سعر حلو بهازارد. تخلى عن اغلب لاعبين ريال مدريد وراح نعمل فريق جديد شاب مثل ما شفتوا، راشفورد ارنولد، وممكن تجيب كمان مبابي. او اذا اجى مبابي راح تصير شغله كبيره جدا. اذا عم يقدموا لنا 124 مليون وهو قيمته الحاليه 96 مليون، وانا راح اقول له هذا اللاعب اسمه هازارد، يعني هازارد يعني 150 مليون اصطفل، اذا ما بدك لا تاخده يا اخي هازارد. ها او اشتراه فورا هذا. لو عرفت كنت اعطيتك يا الهي، قيمته 96 مليون، بعناه 150 مليون لمانشستر بدون اي شيء، يعني الله معك، نجيب مبابي ما عندنا اي مشكله نحن. اذا خلينا نجرب مع ديفيز الباك شمال الناري السريع جدا مع بايرن ميونخ، راح يكون عندنا ارنولد وديفيز. صح انه عم نبيع لاعبين كثير، ولكن هدول اللاعبين راح يفيدونا بشكل خرافي، وتبدو قيمة اللاعب ديفيز متاحة، يعني هو قيمته الحالية 60، أنا مستعد أعطيك 70 مليون كبداية يا أخي لا تهرب. فإذا عم يقول بدنا 96 مليون و700 ألف وشرط عند البيع 10%، لا عم يقول إنه ممكن تدفع 101 مليون وتاخذ ديفيز، راح أعطيه 80 مليون طبشة واحدة، 80 مليون وهو قيمته 60 مليون، أوه إذا قبل 80 مليون ديفيز بدون أي شروط وبدون أي شيء. إذا ديفيز أرنولد وراشفورد راح تكون تشكيلة الريال خرافية بإذن الله. وعندنا كمان سي دي ام تونالي، طب خلينا نجرب ناخذ تونالي، انا ممكن اعطيك 40 مليون شوفها منصفه لي ولك، فقبال بسرعه لا تجنني. بلش بقى مبادله، لا والله شاطر رودريجو، ثالث لاعب المبادله، حل عني 41 مليون ما بدي بدل، فعميو قبل ب 41 مليون، هذا اللاعب بيتطور بشكل خرافي، اذا لاعب جديد للفريق، وحاليا مستمرين ببناء الريال مدريد، فحاليا ميزانية الانتقال 43 مليون، ونروح نشوف وضع الفريق بقى، خلص هلا لازم نظبط التشكيلة شوي، ديفيز قاعد باحتياط الاحتياط، الله يسامحكم مارسيلو روح خلصني حال، فعنا صار ديفيز اساسي، وعنا ميندي احتياطي ال بي خلص نسيناها لاخر الموسم، عنا ارنولد، صح ما عنا بديل له، ولكن رح نبحث عن بديل يكون شاب، اذا راشفورد نزلنا محل بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريجو، جبنا تونالي وحطينا اوديغارد وحطينا حاليا راشفورد، رودريجو، ارنولد، ديفيز،
لسه عنا شغلات كتير لازم نعملها بالريال مدريد. حاليا مثل ما شايفين هي التشكيلة. بهاي الحلقة ما راح ألعب أي مباراة. بالحلقة القادمة راح أخذ تعليقاتكم، اكتبوا لي ملاحظاتكم للتشكيلة اللي سويناها. تعاقدنا مع راشفورد وأرنولد وديفيس، بعنا لاعبين كبار مثل مودريتش، ورح نبيع راموس، رح نبيع كاسيميرو، رح نبيع بنزيما، رح نبيع كل اللاعبين هذول الشياب ونجيب لفريق مثل ما شايفين صار فريق شاب بيقدر ينافس لمواسم أرنولد وديفيس. تعاقدات خرافية، بنفس الوقت أفضل باك يمين وأفضل باك شمال. راشفورد مهاجم رائع جدا، ممكن نجيب كمان مهاجم تاني إذا جبنا ميزانية منيحة. فلهون بتكون خلصت حلقة اليوم. اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات، لا تنسوا كلمة السر هي ميسي مثل ما شايفين قدامنا. وشكرا لكم ودمتم بألف خير.